نروح لحاجة لفتت نظر ناس كتيرة جدا امبارح، هي برضو صورة للسويدي إبراهيموفيتش اللي عاد من جديد لمنتخب بلده بعد غياب هنا كان 5 سنين. حكاية يعني خلينا نقف عندها شوية ونحكي عن تفاصيلها كمان امبارح، لأن في المؤتمر الصحفي هو كان ليه تصريح كمان قال أنا أشعر وكأن الحياة قد عادت من جديد. والكلام ده بقوله أو قاله وهو بيبدو كسر جدا وكان متأثر جدا. ابتعاد خليني أقول لحضراتكم برضو إبراهيموفيتش عن المنتخب كان بسبب خلاف مع رئيس الاتحاد السويدي، وبرغم أن زي ما احنا عارفين أنه هو عنده 39 سنة إلا أن هو ما زال عنده القدرة التهديفية، وبنشوف ده كمان مع ميلان والتطور بصراحة اللي حصل من وقت معاد للدوري الإيطالي. زي ما بيقولوا كده إبراهيموفيتش يعني حالة نادرة، يعني ملوش مثيل، أو أنا عشان بحبه يمكن، بس أنا بشوف أنه هو من الرياضيين أو لعبة الكورة في العالم اللي ملهمش فعلا مثيل. وهو دايما طبعا تعرف أنه دايما بيتكلم عن نفسه بصيغة فيها مش غرور على فكرة، بس لا لا ما تقولش كده يا كريم. لا الغرور إيه يعني؟ لو مش إبراهيموفيتش مغرور. أقول لك ليه، مين بقى اللي مغرور؟ الغرور ان الشخص شايف نفسه حاجه وهو ما عندوش اصلا يعني من الكفاءه ان هو يتغر، لكن ده عنده يعني هو بصراحه حقه. طب اسالك سؤال، اسأل. ربنا صرف لك منحه ما، نعمه ما، نتملك بيها على مخاليق ربنا، ولا نحمد ربنا ونشكر ونتواضع مع الناس؟ يعني نشكر أنا ربنا متفق معاكي انه بص مش معاكي بالترتيب. رقم واحد لعيب استثنائي، لعيب استثنائي مفيش شك انه لعيب مختلف، كاريزماتيك بشكل رهيب، واثق من نفسه بشكل رهيب. بس هي الفكره في ايه؟ مش بس التعالي، انا هو التعالي والتقليل من شان الاخرين، دي اللي مشكله كبيره عندي. التقليل من شان الاخر ده مش صح. ومن يوم وخلي بالك من يوم، ومش بس بعد ما تالق وابتدى يبقى اسم بارز في دنيا كره القدم، من اول لحظه في يعني ليه مع الرياضه دي وهو بيتعامل بنفس الطريقه. بس هقول لك حاجه، دايما دور على الباك جراوند. ابراهيموفيتش من اللعيبه لو فكرت او بصيت على تاريخه، هو كان في الاول مضطهد جدا وما كانش حد في بدايته مؤمن بيه. يعني هو قال حتى قبل كده انا عانيت كتير جدا وناس كتير كانت منتظره ان انا اقع، لكن انا كنت كل مره بثبت لهم ان انا بقف اقوى من الاول. فده في حد ذاته انا بحب الموتيف ده، انا بحب الناس دي جدا. فدي نقطه، بس انا معاك برضو يعني مش رهيب. شرط ده ينعكس على رهيب. تابعي اي مؤتمر صحفي ليه، تابعي اي لقاء ليه، تابعي اي تويته ليه او اي بوست هو منزله، رهيب. المهم برضو عشان نكون أمنا وصرحة، لما نتكلم عن إبراهيموفيتش يبقى في أرقام مهمة لازم كلنا نقولها ونتوقف عندها، لأنه صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف مع المنتخب السويدي برصيد 62 هدف في 112 مباراة لعبها خلال الفترة من 2001 وحتى 2016. هنا كمان مهم إن احنا نقول إنه لو تم اختياره في تشكيل مباراة السويد وجورجيا يوم الخميس الجاي إن شاء الله، طبعا في إطار التصفيات المؤهلة للمونديال 2022، هيبقى أكبر لاعب مشارك مع المنتخب في تاريخ السويد. اللقطة هنا بقى مش إنه هيكون أكبر لاعب بس يعني لمجرد إن هي هتكون لقطة للتاريخ، لا، إبراهيموفيتش لأول مرة في مسيرته، ودي الحاجة اللي حصلت امبارح، ظهر بشكل يعني جديد مش معتاد عليه، انه متأثر جدا ويعني فاضل له سنة كمان ويبكي وهو في المؤتمر الصحفي، قال انتظر حماس ابني وانا اشارك مع منتخب بلادي. طبعا في ناس كتير ما كانتش مصدقة المشهد اللي قدامها، يعني هذا الشخص المتعجرف دائما يبدو متأثرا، دي حاجة يعني ايه كتير من الناس وقفوا عندها. انا بتفق معاك، عشان كده كنت بقول في بداية الخبر ان فعلا ناس كتير كانت علقت على تويتر تحديدا، وده كان فعلا بسبب التصريحات اللي هو كان دايما بيقولها اللي مثيرة للجدل على مدار مسيرته مع اللاعبين او حتى مع المدربين او اوقات كمان كان مع الجمهور على فكرة. بس يعني بعد ما قال، يعني قال بعد ما الفريق بتاعي عمل نتائج كويسة اخر الموسم اللي فات، انا هنا لاعب ومدرب ورئيس نادي، هو كان بيتكلم عن نفسه او بيوصف نفسه بهذا الشكل. وكان في رسالة برضو وجهها لكريستيانو رونالدو لو احنا فاكرين، لما قال انا جيت الدوري الايطالي عشان تحدي جديد، فقال له ليس تحدي فريقك بياخد الدوري كل موسم، بل التحدي هو ما افعله انا مع ميلان. يعني على كل حال او ده نموذج ده مثال يعني. وبرده بالمناسبه من ضمن تصريحاته المتعجرفه، لما اتسال وهو ضيف الاستوديو التحليلي المونديال 2018، المذيعين بيسالوه يعني ايه رايك او ليه كلنا شايفين سوء اداء للسويد، قال لهم عشان انا قاعد معاكم هنا. ببساطة شديدة جدا يعني، لا دخل بقى في تحليل ولا أصل الخطة والحكاية والرواية،
عشان انا قاعد معاكم هنا. طب ما هو كده معناه ان هو ايه يعني زير العداد بالنسبه لبقيه اللعيبه. عموما دي طبيعته بالمناسبه، ومن الواضح تماما ان هو مش بيصطنع هذا الشيء. حتى بالمناسبه كان عنده موقف لما كان عنده 17 سنه، مدرب ارسنال الانجليزي كان عايز يختبره مع الفريق، فرد عليه بالنص وقال له ابراهيموفيتش لا يخضع لاختبارات. بس كده والله العظيم. يعني باختصار او يعني نختصر الحدوته، ابراهيموفيتش هو نفسه الحدوته الحقيقه. مش عارفه بحبه برضه يعني، هو بغض هو النظر بياخد عينك على طول. ما هو كاريزما مش طبيعيه يعني. هو من اكتر اللاعبين اللي انا بحبهم هو ابراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو الاثنين.